الفرم تكمل. طب يلا قول حاجه على الفرم. ده احنا هنتكلم على الفرم بس. مفيش ايه المشكله الفرم تكمل بس هتقولهم في المايك بعد كده. هقول ايه يعني نكمل في اللجنه. ايه اللي هقوله؟ مفيش حاجه جديده. الفرم تكمل وكل الامور مظبوطه واللجنه بصراحه لجنه محترمه جدا. الباشمهندس احمد الجاهد وكل ممثلين الانديه حاجه راقيه جدا. ازاي يكملوا المسابقه وازاي نحافظ على المسابقه وازاي شكل المسابقه كل الاجواء مقبوله تماما بصراحه. في ناس مسؤوله كلها حاطه ان المسابقه تنجح. موضوع الكره المحلي هم هيتحملوا المسؤوليه. كابتن ايمن هيتحملوا المسؤوليه. مفيش مشكله اتفقنا ان مفيش. احنا مش هنتحمل. لا لا مفيش مناسبه. لا لا رئيس النادي كابتن بالنسبه للهيئه. كابتن ايمن قول لنا ابرز. قلنا لا الانديه الفار. لا كابتن لا بالنسبه للجنه الانديه يا كابتن قول لي يعني ايه 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 رايكم في لجنه الانديه؟ لجنه الانديه حاجه محترمه. حاجه محترمه قوي طليق ان نتمنى انها تتحقق. ابرز حاجه اتكلمتوا فيها يا كابتن ايمن معلش فندم. ابرز حاجه يعني اتكلمتوا فيها في الاجتماع هو ده اللي حضرتك سالته بس كده. شكرا.